بسم الله خير الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، من أرض الكنانة مصر، من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. القاهرة العامرة بقلوب رجالها الشرفاء الذين يحافظون على منهج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يعلمون الناس في كل مكان من أرض الله منهج الوسطية. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم، وهذا الاحتفال الكبير، احتفال الطرق الصوفية بليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، بعد أن ضاق الحال بسيد الدنيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، شكى أمره إلى الله، وانظر إلى هذا التكريم والعطاء الإلهي إلى خير خلق الله، إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يصلي بالأنبياء جميعا في بيت المقدس. هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فوق سبع سماوات تفرض الصلاة على أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وكما تعودنا دائما في هذه الليلة الطيبة المباركة أن تحتفل الطرق الصوفية بهذه المناسبة الكريمة وبهذه المعجزة على حبيبنا محمد، بمعجزة الإسراء والمعراج. أيها الإخوة، وحقيقة يحضر الكثير من القلوب المؤمنة الطيبة الطاهرة البيضاء التي تبشر بالخير والفلاح لبلدنا الحبيبة مصر، التي ستبقى ما دامت هناك حياة. فاللهم احفظ جيشها وأمنها وقائدها إلى الخير يا رب العالمين. يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو البرلمان المصري ورئيس لجنة التضامن. ويحضر معنا العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. ويحضر معنا العالم الكبير الجليل الذي ملأ الدنيا بعلمه الطيب، الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، رئيس عضو هيئة كبار العلماء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمد لنا في عمره وأن يبارك لنا فيه. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة الطيبة وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية إن شاء الله. أيها الإخوة، ويحضر معنا فضيلة الشريف زين العابدين أحمد رضوان، شيخ الطريقة الرضوانية. ويحضر معنا السيد فضيلة الشيخ محمد عبد الغني صالح الجعفري، شيخ الطريقة الجعفرية. وأيضا يحضر معنا أيها السادة الكرام فضيلة الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف. ويحضر معنا الأستاذ الدكتور محمود أبو الفيض، رئيس وشيخ الطريقة الفيضية. وأيضا يحضر معنا الأستاذ الدكتور محمد طارق ياسين الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، والكثير حقيقة هذه الوجوه العظيمة. وسامحونا إذا كنا قد نسينا، ولكن هذه الوجوه هي التي تتمتع بالوسطية، وهي التي تنشر سماحة الإسلام وروح الإسلام في كل أرجاء الدنيا. نبدأ هذا اللقاء، وأيضا لا ننسى العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، نائبا عن السيد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، ومستشار فضيلة المفتي. أيها السادة الكرام، نبدأ اللقاء بأطيب الكلام وأحسنه، بالقرآن الكريم الذي نزل على خير خلق الله، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ اللقاء وفضيلة الشيخ هاني الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل رب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لفضيلة الشيخ هاني الحسيني ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب، الطرق الصوفية من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الخير وعلى بلادنا الأمن والأمان والاستقرار. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد أبو خليل شيخ الطريقة الخليلية وسماحة السيد عبد الله المحجوب المرغني شيخ الطريق طريقة المرغنية والشيخ عفيفي الساكت وفضيلة الشيخ عبد اللطيف أبو الحسن الجهري شيخ الطريقة الأحمدية وفضيلة الأستاذ أحمد لقمة وكيل الطرق الصوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الطيبة ونحن في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي ننقل لحضراتكم وبحضور هؤلاء العلماء الأجلاء الذين علمونا الحب والسماحة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، الآن الكلمة لفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هنيئا
للمشيخة العامة للطرق الصوفية أن اعتمدت هذا الاحتفال فاعتمد في ليلة الإسراء والمعراج لتضم احتفالا إلى احتفالات المسلمين وطريقا إلى رب العالمين وذكرى نتذكر بها البيت المقدس الحرام بيت المقدس. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كل عام وأنتم بخير. في مثل هذه الأوقات أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالبركة وما حوله، فهو موئل الأنبياء. وعند الكثيب الأحمر دفن موسى، ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى بالأنبياء إلى السماء، عرج من قبله بإدريس ورفعناه مكانا عليا، وعرج من قبله بعيسى حتى سيكون صلى الله عليه وآله وسلم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيكون علما للساعة. ثم عرج بنبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا بنقلة جسدية ولا بمسار أنوار، إنما بكن فيكون. إلى أن وصل به ربه إلى سدرة المنتهى، وعاد به سالما آمنا معافى، وقد علم في هذا اليوم أنه سيد الكائنات، وأنه صلى الله عليه وسلم مستند الدنيا والآخرة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الرحمن، وأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي المجتبى وصاحب الشفاعة العليا العظمى. رجع بهذه المنح الربانية الصمدانية. نتذكر في هذا اليوم المسجد الأقصى الذي دنسه الصهيونية ودنسته إسرائيل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحرره من شرهم ومن احتلالهم، وأن يعيده إلى المسلمين الذين رعوا الله فيه عبر التاريخ. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الغراء المباركة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفهمنا عنه مراده، وأن يسلك بنا الطريق إليه، وأن يعلمنا الأدب معه. آمين يا رب. إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كل عام وأنتم بخير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا لهذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية الأسبق، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى كلمة طيبة من أستاذنا العالم الجليل الذي ملأ الدنيا بسماحة هذا الدين وبحبه لرسول الله ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي كان يرأس جامعة الأزهر الشريف وله باع كبير في التأثير القوي على طلاب الأزهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، الكلمة لأستاذنا العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتأتي هذه الذكرى العطرة في توقيت عالمنا الإسلامي في أمس الحاجة إلى ما فيه من عطاء وعبر ودروس، فهذه الذكرى خلدها الله حين ذكرها في القرآن وسميت سورة باسمها وهي سورة الإسراء، لنظل نقبس من هداها الخالد بخلود القرآن. لقد جاءت واكتنفتها مرحلتان، مرحلة سابقة أوذي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون واضطهدوا وحوصروا في شعب بني هاشم، ومرحلة لاحقة بعد ذلك كانت الهجرة وكانت الغزوات. فمن أجل المرحلة الأولى التي عانوا وأوذوا فيها جاءت الإسراء تمسح المعاناة وترطب حياة المسلمين وتسلية وتسرية لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بالنسبة للمرحلة الآتية تمحيصاً للقلوب التي معه واختباراً، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختباراً لمن سيهاجرون ويتركون دورهم وأموالهم ويهاجرون ويجاهدون بعد ذلك. فجاءت الإسراء والمعراج تطلع الحبيب الشفيع على مرئيات وآيات ما رآها نبي قبله ولا رسول، بل كل نبي تحدث عنها تحدث فقط بطريق السماع من الوحي، لكن ما رآها أحد. إنها الغيبيات، إنها ما تسمى في علم التوحيد بالسمعيات، الجنة، النار، سدرة المنتهى، الحضرة الإلهية، ثواب الطائعين، عقاب العاصين، كل ذلك ما رآه أحد ولا رسول ولا نبي إلا بالسماع فقط من الوحي. الوحيد الذي رأى ذلك رأي العين هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكون حديثه عن ذلك حديث من رأى ومن سمع. به تنفس صبح جديد للدعوة، صبح تنفس بالهدى يسبي العيون إذا بدأ، وزين البيت الحرام شذا وماس وغرده، خطر النبي به وجبريل الأمين له حدا، والكون يا للكون متشح وبالحسن ارتدى، هي رحلة في الله ما أبهى الصفاء وأغيدا، فيها أفاويق الحقيقة ثرة فيها الجدة. وزين البيت الحرام وظل يرتقب الندى فتطاولت أعواده، والمسجد الأقصى شدى فتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى، فأجابت السبع الطباق سنا بعالمكم بدا، فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد، جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى الملائكة في العلا حي النبي محمد. جاءت الإسراء والمعراج وكانت يقظة لا كما يزعم الواهمون مناما، وكانت بالجسد وبالروح لا كما يزعم المبطلون بالروح فقط، كانت يقظة بالجسد بالروح، وهذا ما يدل عليه الوصف الذي بدأ بتنزيه الساحة الإلهية بالتسبيح وإسناد المعجزة لله سبحان الذي أسرى بعبده، والوصف بالعبد
يفيد بأنها كانت جسدا وروحا ويقظة. يتساءلون وأنت أطهر وهيكل بالروح أم بالهيكل؟ الإسراء بهما سريت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء، فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء، والعرش تحتك سدة ومناكب، ومناكب الروح الأمين وطاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. كانت جسدا وروحا ويقظة، وفي المسجد الأقصى اجتمعوا وأمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم إعلانا لعالمية الإسلام، وإعلانا بدعوته العالمية، وبأنه إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث الحضرة الإلهية، وحيث يسمع صريف الأقلام، وحيث يخاطبه ربه ويفرض عليه الصلاة منحة ربانية لتكون معراجا روحيا لأمته، يعرجون ويصعدون ويلتقون بربهم من خلال هذه الصلاة التي فرضها الله. فاجتاز الطبقات العلى، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. كانت الرحلة التي حمل فيها هدية لنا هي المعراج الروحي بالصلاة التي افترضها الله تعالى من فوق سبع سماوات، لا كسائر التشريعات في الأرض، وليس من خلال ملك الوحي بل من الله مباشرة له، افترضها الله عليه، كانت المنحة الربانية. ينص الحديث الصحيح على أن منحة ثانية، وهي أنه أوتي خواتيم سورة البقرة، الآيتان في آخر سورة البقرة، الحديث يقول من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفته السوء وكفته كله ما يتمنى، وكذلك أن يغفر الله المقحمات وهي الذنوب الكبيرة. هذه الأمور أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وأوحى إليه الله إني غافر، فبلغ يا مختار أمتك البشرى، إذا ما أساء العبد سيء بمثلها، وإن جاء بالإحسان أعطيته عشرة، وإني لغفار لمن تاب مخلصا، وأقبل من عبد يسيء لنا العذرى، إذا قال ربي قد أسأت أجبته، وإني يا عبدي غفرت لك الوزرى. تأتي هذه الرحلة في مرحلة تمر بها أمتنا وهي تواجه تحديات لا تقع تحتها، تأتي هذه المرحلة وأمتنا في أمس الحاجة لأن تقبس منها ومن أنوارها وهداها ومن رشدها وسناها ما تستطيع به أن تتعرف على الطريق الحقيقي. أولئك الذين شغبوا على ديننا وندوا عن منهاجه الإسلام، أولئك الذين ألحدوا وأفسدوا، أولئك كل يقول تأتي الذكرى لتقول لهم إن الأمور السمعية والغيبية التي لا يؤمنون بها رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم رأي العين، تأتي هذه الرحلة لتحمل لنا البشرى، ولتقول للظالم لك نهاية ستنتهي نهايتك، تقول للظالمين والذين يشغبون لكم نهاية، تعطي الدرس بالمرحلة التي أوذي فيها الرسول وظلم فيها أصحابه المؤمنون حتى أكرمهم الله تعالى، وكان الفوز وكانت الضيافة الربانية
التي لم يحظ بها موسى حين طلب الرؤية فلم يعطها. ولله در القائل: ولو قارنت لفظة لن تراني التي قالها رب العزة لموسى حين قال أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لو قارنتها بما قاله لمحمد ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ندعو الله بحق هذه الليلة المباركة أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رقاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، واغفر للأمة أجمعين بفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أكرم خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعنا يوم الفزع الأكبر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا لهذه الكلمة الطيبة من أستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية. أيها السادة الكرام، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء من هذا المكان الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، والطرق الصوفية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج. نختم هذا اللقاء ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، آمين يا رب العالمين. نختتم هذا اللقاء بالابتهالات والمدائح النبوية لفضيلة الشيخ أحمد عطية بري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب يا رحلة الإسراء بصحبة الأطهار. جبريل جاء إلى الرسول بدعوة، جبريل جاء إلى الرسول بدعوة من عند رب العرش من غفار. هيا إلى تلك البقاع بصحبتي وبراق خير وبراق خير كامل الأنوار.
بعد كون الله بالمختار. سعد البراق سعد البراق بصحبة فيها الهدى، يا سعد كون الله، يا سعد كون الله بالمختار. والمسجد الأقصى الشريف تجملت أركانه قد أينعت أزهاري، والرسل صفت للحبيب محمد، والرسل صفت للحبيب محمد صلى عليه الله في القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله، يا من أرسلك المولى تبارك وتعالى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف خلق الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية اختتمنا هذا اللقاء المحترم مع نخبة عظيمة من أحباب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يحتفلون بهذه الليلة الطيبة بليلة الإسراء والمعراج. كل الشكر والتقدير لشيخ الطريقة وشيخ الطريقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية فضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو مجلس النواب، وكل الشكر والتقدير لأستاذنا العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق ورئيس وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد لنا في عمره، وفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ونائبا عن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وفضيلة الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية، وفضيلة الشيخ الشريف زين العابدين أحمد رضوان شيخ الطريقة رضوانية، وفضيلة الشيخ محمد أبو خليل شيخ الطريقة الخليلية، وفضيلة الشيخ عبد الغني صالح الجعفري الشيخ الطريقة الجعفرية. كل هؤلاء الذين جاءوا في هذه الليلة الطيبة المباركة، أسأل الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. حفظكم الله، وأدعو الله أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.